ما كاينش شي سر، كنبركي بشرت الزملاء ديالكم قبل قليل، ما كاينش شي سر، كاين العمل الجاد والمثابره هي اللي كتعطي نتائج الحمد لله. ما تعطلوش النتائج يعني خديناهم بسرعه، سلسله انتصارات جد مهمه بالنسبه لنا. كنظن ان فريق كف جيش الملكي يعني هذا هو المسار العادي ديالو ولا الطبيعي. كنتمنى نوصلوا على هذا المنوال لان البطوله باقي ما سالاتش ومازال ما نقولوش يعني لاعبين البطوله. خصنا نحطوا رجلينا للارض ونخوضوا مقابله بمقابله ان شاء الله. سقف الطموحات كيطلع مع توالي الانتصارات، وكان هذا المنبر ديالكم يعني كنبغي نشكر الجماهير جزيل الشكر لان عطاو واحد الدفء للاعبين، وكنحسوا باللي كاين في دارنا جمهور كبير، هذا الشيء ماشي غريب عليهم. كنتمنى نوصلوا مشوار مجموعين حنا وياهم ومكونات الفريق كاملين باش نوصلوا بفريق بر الامان، وان شاء الله احد المراتب اللي تأدي بنا الكره الداخليه ان شاء الله. السر اللي غنقول لك هي الخدمه، الخدمه اللي كنخدموا السيمانه كامله راه كيبان لك الخدمه ديالها. خدمتي انت مزيان كدير من كتجي دوز المقابله ديالك كتلقاها مزيانه، ما خدمتيش مزيان راه ما غدوزش المقابله ديالك مزيان. ولعبنا قدام فريق كبير، واخا كيبان لك الدراري كانوا ديال راجعين يعني فريق كبير، في اي لحظه يقدروا يماركيو عليك، ولاعبين ماتشات بزاف، شي 80000 ماتش لاعبين، سي نورمال. حنا بقينا مامنين غنجيبوا 3 بوان، والدراري ما طيحوش يديهم، بقينا خدامين خدامين خدامين. راك شي دقيقه اللي تماركا فيها البيت، وكنقول الدراري فيليستاسيون، وهاد الجماعه اللي كيتابعونا حتى هما كنقول لهم فيليستاسيون وميرسي بوكو. والكوب دافريك ان شاء الله العام الجاي بقينا غاديين في هذه المسيره هذه. ما كاين لا مكتب، وي سي نورمال، المكتب غيكون واقف جنبك. الخدمه كيعطيها لنا لونترينور في لي زونترينمون، وحنا كنطبقوا الجمهور. سي نورمال، لا ما كانش الجمهور ما غنكونوش حنا. السر ديالها هي الخدمه، السر كنخدموا السيمانه كامله 200% 300%، كتجي كتشوف المفعول ديالها في التيران. هذا الحمد لله، هذا من فضل الله. واي حاجه اي حاجه كتوقعها، راه ريال مدريد وبرشلونة الاخرى كتكون فيها ب 15 بوان 16 بوان، راك المهم انتم راكم متبعين الكره كي دايره في العالم كامله، كلشي توقعوا. حنا دابا خدامين، ما كنشوفوش حنا خدامين كنخدموا. جات في دوزيام بلاصه تبارك الله، جات في بروميير بلاصه ديو بطوله تبارك الله. اول حاجه كنبغي نشكر دائما الجمهور اللي كيجي كيحضر كيساندنا كل مقابله. كيف شاف الجميع المقابله ما كانت سهله بالنسبه لنا لاعبين ضد فريق كبير اللي هو فريق الرجاء. احنا الحمد لله دخلنا عازمين باش نحققوا ثلاثه نقاط باش نخليوا المسار ديال المباريات باش ان شاء الله نفوزوا يعني في المباريات اللي جايين. احنا داخلين باش نفوزوا الحمد لله. واخا الدراري يعني في الدوزيام ميطو كانوا لاعبين ب 10 لاعبين فهما يبقاو مركزين، والحمد لله استطاعوا انهم يسجلوا الهدف الثاني اللي هو هدف الفوز. وكنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا، وعلى والجماهير حتى هما اللي ساندونا طيله 90 دقيقه.